على كثبان بوابة الربع الخالي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، انطلقت الدورة السابعة لمهرجان الظفرة للإبل لتعريف الناس بأهمية التراث الثقافي والموروث الشعبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل. المهرجان هذا يحمل كثير من العلامات اللي هي العلامات التراثية والاهتمام شيوخنا الكرام بالموروث القديم والحفاظ على السلالات بالنسبة للأصايل وبالنسبة للمجاهيم. المهرجان يعد الحدث العالمي الأبرز الذي يشمل مسابقة جمال الإبل. الإبل تعني لهم شيء كثير، هاي عاشوا عليها والآن مثل ما خدمتهم قديما هم الآن يهتمون فيها ويحافظون عليها ويحافظون على سلالاتها من جميع النواحي. الحدث أصبح فرصة للقاء سنوي متجدد بين مختلف شعوب المنطقة. لقد أتيت من بلجيكا، هذه هي المرة الأولى لي هنا في مهرجان الظفرة. أنا جد منبهرة، فهناك العديد من الناس يأتون إلى هنا للقيام بالعديد من الأنشطة بالجمال. هذا جديد بالنسبة لنا كأوروبيين، أنا فعلا منبهرة. أنا من سويسرا، سمعت قبل عدة أيام عن مهرجان الظفرة في الراديو، فقررت أن آتي وأن تكون مفاجأة لزوجتي. لقد أمضينا ساعة فقط ويبدو الأمر ممتعا، فالناس جد مرحين، الحدث كبير وأتمنى أن نمضي وقتا أطول. يتضمن الحدث الذي يستمر لغاية 28 من هذا الشهر 12 فعالية أهمها مزاينة الظفرة للإبل، وهي مسابقة لاختيار أجمل الإبل وفق معايير محددة كالرأس والرقبة والشكل العام والرشاقة، وبالإضافة إلى مزاد للإبل وسوق شعبي والعديد من الفعاليات، ولملاك الإبل الفائزة جوائز مادية عدة. في مثل هذه المناسبات أترجم بجلاء مدى ارتباط أهل المنطقة بحياة البدو والإبل، على الرغم مما تقدمه لهم المدينة من حياة يسر ورفاهية. حسن الأحمدي، سكاي نيوز عربية من المنطقة الغربية.